أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله
مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يحب القوم الكافرين زين لهم سوء أعمالهم والله لا يحب الكافرين زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا
اغفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا فقد نصره الله فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله
فقد نصره الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم.
ايها السادة، عشنا لحظات مع نور والايمان، تلاوة قرآنية مباركة لها على ما سامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ احمد عبد الواحد عبد الفتاح العربي القارئ والمقيم بمركز ومدينة اشمون. ايها السادة، تقبل الله عزاكم وشكر الله سعيكم جميعا.